عصفورين من عائلة واحدة، عصفورين من عائلة الفينش، سواء الزبرا فينش أو الجاوا فينش، الاتنين من عيلة واحدة، ليهم شوية تفاصيل هنعرفها في الفيديو دوت، هساعدك تاخد قرار لو بتفكر تجيب العصفور ده أو العصفور دوت ومحتار بينهم. إن شاء الله في الفيديو ده هتحدد رأيك بسهولة. اهلا بكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده عباره عن مقارنه بسيطه بين الزبرا فينش والجاوا فينش. هدف المقارنه او هدف الفيديو انك تطلع من الفيديو دوت عارف معلومات كتير قوي عن النوعين، ونساعدك تاخد قرار لو عايز تربي نوع من الاثنين تختار ايه. مش عايز اطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا الفيديو. فلو بدانا واتكلمنا عن الموطن الاصلي للعصفور، لو اتكلمنا عن الجاوا او الزبرا فينش، ساعتها هنلاقي ان الاثنين الموطن الاصلي بتاعهم او مكان نشاتهم هو استراليا، مع ان الجاوا برضو تواجد باعداد كبيره جدا في اندونيسيا. انت من الناس اللي بتنزعج من الصوت العالي، صوت التغريد العالي، زي مثلا الببغاوات الكبيره الروز او الفيشر، ممكن تلاقي صوتهم مزعج بالنسبه لك. في الوضع اللي احنا فيه سواء للعصفور ده او للعصفور دوت، صوت التغريد بتاعه هادي هادي جدا، يعني صوت الزبرة مقبول وتقدر تتحمله وصوته ممتع ومسلي. صوت الجاوا قليلا ما هتسمعه، الذكور بتغرد ولكن برضه بصوت هادي وقليلا ما هتسمع. بالنسبة لحجم العصفور، طبعا الزبرة حجمه اصغر من الجاوا، فالجاوا في الحجم اكبر، ودي ممكن تكون ميزة لبعض المربيين اللي هو عايز عصفور حجمه يكون اكبر. الجاوا طوله من 13 ل 17 سنتي، وزنه بيوصل تقريبا ل 25 جرام. اما الزبرة فينش فتقريبا طوله بيوصل ل 10 سنتي ووزنه بيوصل ل 12 جرام. بالنسبة لعمر العصفور، اقصى مدة سجلها طائر الجاوا كان من 8 سنين ل 12 سنة. اما لو اتكلمنا عن عصفور الزبرا فينش فسجل من 3 سنين ل 15 سنة، وده كان نادرا جدا عند بعض المربيين. لو جينا اتكلمنا على المناعة، عايزك تعرف ان مناعة الفينش مش اقوى حاجة، مش اقوى عصفور في المناعة، يعني في عصافير او انواع طيور تانية مناعتها اقوى، ولكن الزبرا فينش او الجاوا فينش مناعتهم بتكون اقل. فمثلا في تقلب الجو او في دخول المواسم الصيف والشتاء، دايما العصفور ده بيكون عرضه للخطر لان مناعته بتكون ضعيفه. فطبعا لو هنفضل بينهم هيكون الجاوا فينش مناعته اقوى شويه. التغذيه المناسبه للعصفورين هي خلطه حبوب الفينش، ودي بتتكون من عده حبوب على الرؤساء البنكم والفلاري، خضروات وفواكه ومستنبت ومنقوع وخلطات، حاجات كتير جدا نقدر نقدمها له. ولكن الخلطة الرئيسية الحبوب المعتادة للنوعين في الحالة دي هيكون خلطة الفينش. شكل العش وشكل العش المناسب، لأن العش المناسب بيكون مهم جدا للطائر علشان تقدر تنتج وتفرخ منه بكل سهولة. فالعش الزبرة هو العش المعتاد المعروف اللي مصنوع من الخوص أو مصنوع من البلاستيك، الحجم بتاعه معروف والشكل معروف زي ما انت شايفه قدامك. بالنسبة للعصفور الجاوا فينش فهو بيتكيف مع أي عش هتحطه فيه، اي عش هتقدر تحطه للجاوا هيقدر يتكيف ويقدر ينتج فيه. ففي ناس بتستخدم العش اللي مصنوع من الخوص او العش اللي مصنوع من سعف النخيل او العش اللي مصنوع من الخشب او البلاستيك، تقدر تعلق له عش البادجي او عش الانجليزي او العش الاصغر من كده. اربي جماعي ولا اربي فردي، انهي افضل، التربيه الجماعيه ولا التربيه الفرديه؟ في النوعين، اقدر اربي فردي او جماعي. اقدر اجيب قفص واحط فيه جوز واحد وهينتج ويبقى زي الفل، اقدر اجيب مطار كبير او سلاكه كبيره او اعمل محميه واحط اجواز كتير جدا، برضه هيكون زي الفل. في الحالتين الانتاج هيبقى كويس، وفي الحالتين العصفور يقدر يتكيف ويقدر يتعايش. العصفور ده اصلا بيحب العيش الجماعي، فمفيش اي مشكله لو انت عايز تربي جماعي. بالنسبه للنوعين دول في مواد التعشيش، خد بالك ان الزبرا فينش والجاوا فينش النوعين بيعتمدوا على نفسهم في بناء العش، بمعنى انا بقدم مواد التعشيش داخل القفص والعصفور بياخد مواد التعشيش يبني بيها العش بتاعه. ففي الحالتين هقدم مواد التعشيش والعصفور هو اللي هيبني. ايه هي مواد التعشيش اللي اقدر اقدمها للنوعين؟ هيكون الخيوط، الخيش، سعف النخيل، الشكارينا، كل الحاجات دي اقدر استخدمها كمواد تعشيش. الرائج او الدارج هو قش الكريم. لو اتكلمنا عن التزاوج، معظم المبتدئين او اللي داخلين يربوا العصفور ده او دوت هدفهم الانتاج، فالتزاوج بيكون في وقت الطائر بلغ فيه وجاهز للتزاوج، وفي وقت بيكون نضج العصفور اكتمل ويقدر يعمل تزاوج ناجح، ده بيكون بعد البلوغ بشهر او اتنين مثلا. بمعنى العصفور ممكن يكون جاهز عند سن 5 شهور يقدر يتزاوج ويقدر يعمل عملية تزاوج،
ولكن هتلاقي في مشاكل في الانتاج لان نضج العصفور لسه ما اكتملش. فانسب وقت اقدر اجوز فيه الجاوة مثلا عند سن 7 شهور، من 7 شهور وطالع اقدر اجوزه جوازة ناجحة. الزبرة فينيش نفس الكلام، ممكن يبلغ عند سن 4 شهور مثلا يبقى جاهز للتزاوج، ولكن انسب سن للتزاوج هو 6 شهور، من 6 شهور واكبر اقدر اخد منه انتاج بدون مشاكل. يقدر يحضن كويس، يقدر ياكل الفروخ كويس، ما بيبقاش فيه مشاكل. متوسط عدد البيض الجاوة من 4 بيضات ل6 بيضات، وده بيرجع لصحة الانثى واهتمامك بالتغذية. اما في الزبرة فينش فمن 3 بيضات ل6 بيضات. تحضين البيض بياخد من 14 يوم ل18 يوم في النوعين، سواء هتجيب الزبرة فينش او الجاوة فينش. من 14 يوم يبتدي البيض يفقس لحد 18 يوم، فده بيرجع طبعا لدرجة الحرارة والرطوبة. لو اتكلمنا عن الفطام او عزل الزغاليل، في الجاوة فينش الطائر الفرخ الصغير بيطلع من العش عند عمر تقريبا 30 يوم، يبتدي يطلع في القفص ويستكشف الدنيا حوالين منه ويبتدي يتعود يعتمد على نفسه. من سن 35 ل 40 يوم اقدر افطمه، احطه في قفص لوحده علشان الاهالي تخش في عش جديد ودورة انتاج جديدة. اما بالنسبة للزبرة فينش فاقدر افطم الفرخ الصغير عند سن 30 ل 40 يوم. طالما شفت الفرخ الصغير بياكل قدامي وبيلقط وبيشرب وعايش حياته تمام، اقدر اعزله عشان الاهالي تدخل في دورة انتاج جديدة. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدرت تكون رأيك، قدرت تحدد انت عايز تربي انهي نوع. عايزك تكون عارف اننا مهتمين بالزبرة فينش والجاوة فينش، وعاملين قائمة تشغيل كاملة للنوعين تقدر تدخل تشوفه، سواء كان اختيارك زبرة فينش او جاوة فينش. في نهاية الفيديو اتمنى تعمل لايك واشتراك للقناة علشان نكبر وهنكبر بيكم بإذن الله.